Welcome to our Stanley classrooms. Join me as I take you through a tour to see what environment we teach our students. And as you can see, the effort our international teachers make to create this wonderful environment for our children. And for son, nothing is too much for our teachers to do. Follow me. Welcome. Now look at this wonderful spacious classroom where we basically facilitate and teach the children to the best of our abilities with modern technology. For example, the smart board, which you can see over here, is included. طيب احنا الان موجودين في الكي جي بيلدينج وهذه احد فصول الكي جي موجوده عندكم زي ما انتم شايفين. ماكسيمم عدد الطلاب في الكي جي هنا 20 طالب، موجود معهم معلمتين تقضي معهم طول اليوم في الكلاس باستثناء حصه العربي، تكون معلمه العربي المختصه جايه. وزي ما انتم شايفين هنا في الكلاس موجود دوره مياه خاصه بكل كلاس، فالطالب لما يحتاج يستخدم دوره المياه وقضاء حاجته حيكون في نفس الكلاس، ما يحتاج يطلع السيفتي عنده وتجي ناني تساعده في الدخول والخروج من الحمام وفي الكرامه. Wonderful playground to just break away from the classroom. And as you can see, it's really a fantastic area for the kids to have fun. Modern, beautiful, and lovely environment. احنا ما زلنا بمبدا الكي جي، عندنا هنا موجود ثلاث ملاعب مغلقة ومكيفة، فيها غرف تغيير الملابس ودورات المياه الخاصة فيها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في تجهيزات جانبية عشان عندنا الاوبن هاوس ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم الساعة 4 للساعة 7، وكل الامهات واطفالهم يزورون المدرسة ويتعرفون على مرافقها ويقابلون طاقم التدريس، وكذلك يتعرفون على المناهج، واي استفسارات عندهم احنا مستعدين نجاوب عليها باذن الله.
عندنا بمبنى الكي جي عندنا هنا موجود 3 ملاعب مغلقة ومكيفة، فيها غرف تغيير الملابس ودورات المياه الخاصة فيها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في تجهيزات جانبية عشان عندنا الأوبن هاوس إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم الساعة 4 للساعة 7 لكل الأمهات وأطفالهم يزورون المدرسة ويتعرفون على مرافقها ويقابلون طاقم التدريس وكذلك يتعرفون على المناهج، وأي استفسارات عندهم إحنا مستعدين نجاوب عليها بإذن الله.